بسم الله الرحمن الرحيم. إلى آبائي النجباء وإخواني النبلاء وأصدقائي الكرماء وزملائي الأعزاء، المجموعة الثانية الطيبة الحبيبة في المملكة العربية السعودية الحبيبة عموما، وفي مدينة الرياض العامرة العزيزة خصوصا حفظهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخيكم ومحبكم في الله ومن محب هذه البلاد المباركة الطيبة وقادتها الكرام، ثناء الله عبد الرحيم بلتستاني، الداعية باللغة الأردية الأسبق بمكتب الدعوة والإرشاد شمال الرياض، والمقيم حاليا في أقصى شمال باكستان على حدود الصين الشيوعية، يتشرف ويستعد بالتحدث مع حضراتكم الكرام، متمنيا لحضراتكم ولأفراد أسركم الكريمة كل التوفيق والسداد والصحة والعافية والهناء الدائم في ظل القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة، حرسها الله من كل سوء ومكروه، آمين. أفيد حضراتكم المجموعة الثانية من الإخوة والأحبة، أنا أفيد حضراتكم بعد الإقامة الطويلة المثالية الحلوة النقية الطازجة بين الإخوة المتحابين والمتزاورين والمتبازلين من أمثالكم الكرماء، وبعد التوفيق من الله تعالى وبعد الاستخارة عزمت العودة إلى بلد باكستان، وقد أكرمني كفيلي مكتب الدعوة شمال الرياض بإقامة حفل التوديع البهيج المثالي وبكل احترام والتوقير، جزاهم الله خير الجزاء. أحبتي في الله، بعد هذا أخذت برفقة العائلة خروج نهائي من المملكة، والحمد لله. ثم سافرت إلى باكستان، ويوم السبت 30/5/1441 الموافق 25 يناير 2020 وصلت باكستان الحمد لله، واستقريت في ضواحي إسلام آباد العاصمة، حيث لأخيكم هذا كوخ صغير ملك، ووصل الطقس ذاك الوقت في بلدي وقريتي ومسقط راسي بلتستان يعني 25 أو 30 تحت الصفر، فلذا استقريت في إسلام آباد، والحمد لله بعد الإقامة في مدينة إسلام آباد سنة وخمسة أشهر، ثم وصلت إلى قريتي ومسقط رأسي وبلدي بين الأهل والعشيرة في بلتستان 21/10/1442 والحمد لله. ومنذ ذلك اليوم وحتى هذه اللحظة بسبب البرد نغطي أنفسنا بالبطانية ونلبس ملابس الشتوي ونتروش بماء السخانة ونسكر الشبابيك والأبواب بعد العصر وحتى صباح بسبب البرد، فإن شاء الله الآن ترونني وأنا في قريتي وفي منزل الداعية ثناء الله عبد الرحيم وفي الدور الثاني وأنا في البلكونة جالس، وابني شيخ سيف الله يخدمكم، وترون ورائي الحقول الزراعية الخضراء والجبال الشاهق والحمد لله. فأقول لحضراتكم جميعا تحياتي وسلامي وأشواقي إلى حضراتكم وأفراد أسركم وإلى
كافة المحبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم المحب والداعي لكم بالغيب ثناء الله عبد الرحيم بلتستاني إن شاء الله، وابني العزيز النبيل شيخ سيف الله ثناء الله حفظه الله، مدرس في جامعة لاهور الإسلامية والمقيم حاليا في القرية، يرسل إليكم بعض المناظر الطبيعية الخلابة حول منزل المتبادل للداعية. وهذا اليوم طبعا حسب التقويم باكستان 16، وهذا التقويم أم القرى عندكم 17/1443. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا منظر الجميل، ما شاء الله، منظر داخلي لحديقة البيت. هناك شجيرات، تفاح وأشياء، ما شاء الله، داخل البيت. أحبة الكرام، الآن أنا في داخل غرفة النوم، وهذا الآن غرفة الاستقبال، كذلك نستقبل الضيوف. وترون من داخل غرفة النوم المناظر الجميلة الخلابة خارج البيت، والحمد لله، يعني هذا شيء طيب بالبيت بين الحقول الزراعية والشجرات. والحمد لله، أبشر حضراتكم بعد الوصول إلى القرية، قرية الحمد لله على بكرة أبيها من أصحاب العقيدة السليمة الصحيحة من إخوانكم أهل الحديث، ومعظم العلماء ما شاء الله من خريج جامعات المملكة العربية السعودية، والحمد لله. وأنا الحمد لله معمولات اليومية بعد صلاة الفجر أجلس على ترون على السرير، وما شاء الله الأذكار خاصة شيخ القحطاني، وهناك كتب كثيرة أنا جبت من الحمد لله. يعني الآن صباحا عموما، يعني بعد صلاة الفجر، هذا برضو من خيرات المملكة، يعني هذا أقرأ من البداية آخر. وكذلك الدعاء لشيخ القحطاني، وكذلك الحمد لله ورد الصباح والمساء يوميا، وهذا أدعية من الحرمين، وأبقى إلين الساعة 8، وساعة 8 بالضبط موعد للفطور. فطور يعني عبارة عن شاي جرين، يعني شاي أخضر نحط فيه حليب بقري وسمن بقري وملح. هناك ما شاء الله ترتيبات خاصة لهذا في المطبخ. بعدين بعد الفطور الحمد لله الساعة 9 أتوضى وضوء كأن واحد يروح الحرم، وضوء ما شاء الله، يعني نص ساعة في الوضوء نستغرق، ثم نجلس نفس المكان القراءة خاصة تلاوة من المصحف المدينة الشريف إلين الظهر. بعد صلاة الظهر ومع الكتب كما ترون ما شاء الله، مع الكتب مع القراءة مع بالحفظ إلين العصر، ثم إذا جاء الضيوف نستقبل. الحمد لله، حياة طيبة حلوة نشطة ممتازة، أنتم كمان تفرحون إن شاء الله. شيخ سنة في بيتي ما شاء الله، كويس مضبوط الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، والآن صعدت يمكن 17 سلم وطلعت السطوح، والآن هذا منظر من السطوح، ترون ما شاء الله غرب البيت، المنازل هذا غرب البيت، بيتي في القرية، ترون مناظر، وابني ينقل إلى حضراتكم. سلبية فوق. أحبائي الكرام، ترون خلفي يعني شمال البيت هناك مناظر برضو الخلابة، الحقول الزراعية، والشارع عام يروح إلى الجبال، هناك ثغور مهمة، وكذلك يعني ترون الجبال في جهة الشمال من البيت، جهة الشمال من البيت. الله، هذا منظر من الشرق البيت، يعني من جهة الشرق ترون برضو محيط بالشجيرات والجبال والمناظر الطبيعية الخلابة. وكذلك هناك سور لبيتي حول البيت الحمد لله.
وهذا حطب، نحن الحمد لله في المطبخ نطبخ بالحطب وكمان بالغاز زي عندكم، يعني يمشي اثنين. هذا حطب جبنا ما شاء الله لنا شجرات، بيركو جابوا التربية حق السدر، شجرة حق السدر. إخواننا المحبين المحترمين أحبائي، ترون الآن جهة الجنوب من البيت هناك جبال فوق، ترون هذا الجبال قبل يوم أسبوع كان مغطى بالثلوج، الآن ذابت والحمد لله. والآن هذا جنوب البيت، هناك سكن حق الناس، وأنا بيتي الحمد لله قريب من الشارع الرئيسي. فتحياتي وسلامي وأشواقي إلى حضراتكم، إلى من تسمعون أو من يعني ينظرون إلى هذه المناظر، لهم جميعا تحياتي وسلامي وأشواقي. وهذا نرسل إليكم حتى تفرحون أن داعي وأخ لكم كان في الرياض العاملة، الآن بين الجبال والوديان ما شاء الله، يعني في مناظر الطبيعية الخلابة. والآن قريبة المغرب، يمكن للمغرب يعني تقريبا نص ساعة، فترون الجبال كلهم ترون نفس الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.